فضيلة الشيخ، تقول السائلة: متى ترمض الفصال وحددوا لنا الساعة بالضبط؟ ترمي الانفصال عند زوال الشمس، لأن ذلك وقت اشتداد الحر. وألم الرمضة على الفصال وهن صغار الإبل. نعم، جزاكم الله خير. سائل من وتحديد ذلك أن يكون هذا قبل زوال الشمس بنصف ساعة أو 45 دقيقة أو نحو ذلك. المهم نعم أن تخلص منها قبل الزوال ب10 دقائق.